يا إخواني، إني أشهد الله وأشهدكم على هذا المارق الذي تحول إلى مرض خبيث ينعش في جسد بلدتنا الطاهر. وكما قال المولى عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وأنا قدامكم أهو بديله فرصة أخيرة إنه يخرج برا البلد ويرحل بفسكه وفكوره، يا إما قسماً بمن رفع السماء بغير عمل أخلي البلدوزر ده يساوي الأرض بالبيت اللي فيه. سمعني يا صالح، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فعليها. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر. اوعى يا سليم، انا هخرج لعطيه اتكلم معاه. ما ينفعش، جاي بعيد، بعدين ما تلاقيش كوغاي في الطريق. استر يا رب. انت رايح فين يا شيخ صالح؟ ما ينفعش اللي هتعمله ده انت كمان يا عم صالح. انت خايف؟ انا خايف عليكم. قضي الامر الذي فيه تستفتيان. تكبير الله اكبر، تكبير الله اكبر. البتاع اللي انت ماسكها في ايدك دي يا صالح، انت مش شايف فيه ايه قدامك ولا ايه؟ يعني انت مش اعمل بصيره بس، انت اعمل بصر كمان. ارمي يا صالح البندقيه اللي انت ماسكها في ايدك دي. هو اللي علمك ما حفظكش قوله تعالى: وكم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله؟ لا علمها لي يا صالح، بس الكلام ده يخص المؤمنين ما يخصش امثالك. وانت بقى اللي معاك الختم اللي بيقول ده مؤمن وده مش مؤمن يا عطيه. تعال خش جوه يا عم صالح، ملوش لازم الكلام. اسمع يا صالح كلام الجدع اللي معاك، احنا مش فاضيين للكلام الفارغ بتاعك ده. انا عندي كلمتين هقولهم واجري على الله. اخوانا، انا عشت عمري كله وسطكم، ربيت معظمكم زي ولادي بالظبط، وليكم علي حق النصيحه. يعلم ربنا اني بريء من كل التهم اللي رماني بيها عطيه وصدقتوه. وانا لو سبت بيتي عشان احمي نفسي هبقى بخون كل حاجه جميله علمتها لكم، وعشان كده انا مش همشي ولو فيها رقبتي. بقى انت يا صالح اللي بتكلمنا احنا عن التربيه والاخلاق؟ يا اخي روح ربي بنتك اللي انت سايبها عايشه في حضن اتنين اغراب. كان لازم اصلح غلطتي في تربيتك يا كلب. اثبت. ابويا محمد، اثبت. ابويا ابويا، ما تعيطيش يا هدى، انا رايح للحبايب يا بنتي، انا كنت بتمناها ونولها لي. لا لا، من مات دون بيته فهو شهيد. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ما تسيبنيش. أشهد أن لا إله إلا الله. أبويا ما تسيبنيش يا أبويا بالله. أبويا أسيبني مين يا شيخ صالح؟ أسيبني مين؟ أبويا أشهد أن لا إله إلا الله. يا شيخ صالح، يا شيخ صالح، هنعمل ايه مولانا؟ هجوم مالي البلد. بلغ لاخوانه وقتالهم بلا حوادة، وان الله وعدهم احدى الحسنين، الفوز او الشهاده. وانت شوف العربيه بسرعه وبلغ ابوها يسيب البيت حالا. انا هنسيبهم لوحدهم؟ هنسيبهم لوحدهم، احنا لازم نكمل مسيره في مكان اخر. يلا اتحرك بسرعه. روح
يا جدع انت وطلعت لي منين؟ انا اسمي سليم الانصاري. خليك بقى فاكر الاسم ده كويس عشان هيفضل طول عمرك ابوس في حياتك. انا كنت فتيلك النهارده كنت ندمتك على كل حاجه عملتها مع الشيخ الطيب ده. بس معلش هقابلك في السجن قريب. استهدي بالله يا حبيبتي، ربنا يصبرك. مات وسابني لوحدي، سابني لوحدي في الدنيا. اهدي يا حبيبتي اهدي، انت مش لوحدك، احنا كلنا معاكي. يلا ابراهيم. يا سليم بيه كنت فين؟ اتاخرت ليه؟ كان لازم اجيب حق عم صالح قبل ما نمشي. يلا انا مش همشي واسيبه. ما ينفعش عشان خاطري يا سليم. مش هقدر. يلا يلا حيد الله يا انسه هدى. يلا حيد الله. الجثة دي تتنقل على المشرحة فورا، ونستنى تقرير الطبيب الشرعي لما يطلع، وساعتها هنعرف النيابة هتطلع تصريح التفنيد.